طبعا يعني كلام الصحافة العبرية أو الإسرائيلية هو كلام يعني كلام بلا منطق، يعني هم يريدين فقط أحيانا أنه مصر وكأنها موجودة في قفص اتهام، فيعني كيف مصر في قفص اتهام وهو المحتل، هو الغاشم، هو الذي لا يعرف أي حقوق إنسانية، ومصر تحافظ على كل الحقوق أمنها أكيد وتحافظ قبلها على القضية الفلسطينية بكل الطرق. خليني أخد يعني خلينا نروح للنقطة الثانية وهي أيضا نقطة مهمة جدا. الاتحاد الأوروبي هدد في أول خطاب شديد اللهجة، وده طبعا بيهمنا لأن احنا عارفين الاتحاد الأوروبي يعني مجموعة طبعا الدول الأوروبية، ولكن هدد في خطاب شديد اللهجة وقال إن إسرائيل منذ اندلاع الحرب الوحشية في قطاع غزة مع استمرار الاحتلال في غلق المعبر الحدودي والتوغل البري العسكري في مدينة رفح الفلسطينية الحدودية، ودعا أيضا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإنهاء الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة، قائلا إن العملية يعني تعطل عمليات المساعدات الإنسانية وتجلب المزيد من النزوح والمجاعة والمعاناة الإنسانية. وأضاف الاتحاد الأوروبي إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح فإن ذلك سيضع حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل. أنا هاخد الجملة دي، هل هناك جدية من الاتحاد الأوروبي أن يغير علاقته مع إسرائيل إذا يعني زادت إسرائيل من هذا التوغل أو بقيت الحال كما هو عليه؟ نشوف الإجابة مع الكاتب الصحفي دكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير أستاذ شفقي. أنا هبدأ مع حضرتك من هذا الخطاب شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي وهذا التهديد لإسرائيل، هل هو تهديد أم هي تصريحات فقط شديدة اللهجة؟ يعني أعتقد أنه ليس المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي بلهجة متشددة في شأن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، وخاصة مسألة أنه عقد دخول المساعدات والتردي الوضع الإنساني في القطاع. الاتحاد الأوروبي يعني صعد موقفه في الشهور التي تلت اندلاع الحرب في القطاع، ويعني سعى الأوروبيون إلى أنه إقناع الجانب الإسرائيلي بتليين المواقف، لكن كل الضغوطات الأوروبية لم تأتي بنتيجة لعدد من الأسباب، ما على الإطلاق أنه بتتحدث عن 27 دولة هم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهم لا يتفقون على موقف واحد. لا يمكن أن نخرج بموقف موحد خاص بالاتحاد الأوروبي في خصوص خاصة في شأن إسرائيل. لو تحدثنا عن مسألة أنه الدعوة لوقف إطلاق النار، نعم هناك دول أوروبية تتحدث عن ذلك، وهناك من يتحدث عن ضرورة دخول المساعدات الإغاثة وتمكين الأمم المتحدة الأونروا من عملها، لكن في حقيقة الأمر أنه هناك انقسام كبير لا يمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المدى الأقصى في تصريحاته في هذا الخصوص نتيجة عدم وجود سياسة أوروبية موحدة، سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي تجاه القضايا المختلفة. طب هل هنا دكتور عزت ممكن أقول إنه هو إذن هو تصريح، يعني الاتحاد الأوروبي ممكن يحدد علاقته بإسرائيل كاتحاد أوروبي، ولكن تبقى حتى الدول اللي موجودة جوه الاتحاد الأوروبي تتعامل وتدعم إسرائيل، يعني الموقف كده هيبقى غريب شوية. هناك بعض الدول مثل إسبانيا والبرتغال اتخذت قرارا بالذهاب الى تأييد اعلان الدولة الفلسطينية، هناك دول اخرى مثل ايرلندا تقف بقوة وراء طبعا الفلسطينيين ومعروف موقفهم على كافة الأصعدة، هناك دول بنشكو من مواقفها يعني الغير داعمة للقضية الفلسطينية او للوضع الحالي، معاناة الإنسانية في قطاع غزة على رأسها ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال، وبنطالب الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف أكثر جدية في هذا الخصوص. لذلك يعني هذا ما يعني يفسر ما ذكرته من مسألة أنه الانقسام والسياسة الداخلية في هذه الدول تؤثر كثيرا على المواقف السياسة الخارجية، لكن بشكل عام المفاوضية الأوروبية ومجلس أوروبا هناك استشعار كبير للخطر من اتساع رقعة الصراع ومن أنه حوض المتوسط سيكون يعني بؤرة أو بحيرة
للصراع طويل المدى في المستقبل، وسيهدد الأمن الأوروبي لحد كبير. ما يشغل الأوروبيين بالأساس هو الأمن الأوروبي واتساع موجة الهجرة إلى أوروبا، وزي ما احنا شايفين في الشهور الأخيرة هناك بالفعل ضغوط شديدة على حدود الاتحاد الأوروبي نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. صحيح. الموضوع لا يقتصر صحيح. على قطاع غزة وحده، لكن هناك تداعيات أخرى في الإقليم، ما يجري في لبنان، ما يجري في سوريا، ما يجري في العراق، وكل هذه الأمور بتضغط كلها بقوة. كلها دول لها مصالح كمان تتصالح في هذه الدول أكيد. نعم. الكاتب الصحفي دكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أشكرك شكرا جزيلا.